الصحاب يا خالد. يانا يا انت ايه اللي حصل تاني؟ البي رجع تاني يسهر لوش الفجر، ومبارح رجع وفايحه منه برفانات زباله زي اللي بتحطها. وبعدين معاك يا نهى، اسمعي نصيحتي وسيبي خالد يشم نفسه شويه، وبعدين مهما راح ولا جه ما هو في الاخر بيرجع لي. لا يا ندى، ده كان زمان، لكن دلوقتي لا. انا واثقه زي ما انت قاعده قدامي ان في واحده واكله دماغه ومجريه وراها، وانا لو استنيت اكتر من كده مش هو اللي هيرجع لي، اللي هيرجع لي ورقه الطلاق. يا نهى ما تقوليش كده، خالد بيحبك واستحاله يفكر يعمل كده. اللي ماشي معاها دلوقتي هتخليه يفكر يعمل كده وينفذ كمان. بكره تتاكدي ان كل اللي في دماغك دي اوهام وافكار ملهاش اساس. انا اللي بكره هتاكد من كل حاجه. انا هستغل ان خالد مش واخد باله ان انا عارفه، همشي وراه واحد يجيب لي كل المعلومات اللي انا عايزاها. لا بقى، ده اسمه جنان وتهور. انت عارفه خالد ممكن يعمل ايه لو عارف انك بتراقبيه باسلوب المباحث ده؟ انا هتجنن لو فضلت قاعده كده. انا حاسه ان دماغي هينفجر لو ما اتاكدتش. طب اهدي وخلينا نفكر بالعقل. هاهدي لحسن ساره وزهره جايين. وقفتي ليه يا ساره؟ انا هقف استنى حسن. هل طب ايه رايك نقعد نلعب مع الولاد لحد الدكتور حسن ما يجي؟ لا انا هستنى حسن هنا. سبحان الله، شفتي البت العبيطه دي؟ عندها 12 مليون جنيه. هي واقفه متسمره كده ليه هناك؟ ودي حد ياخد على تصرفاتها دي؟ لا بس دي شكلها مستني حد. زهره يا زهره. يلا يا ساره، الهوانم بينادوا عليا. لا بيقولوا يا سهره، ما حدش قال يا ساره روحي انت. ما يصحش اروح لهم وانت واقفه هنا لوحدك. انا واقفه مستنيه حد. ايوه يا هاني. هي ساره واقفه هناك كده ليه؟ ابدا، مستنيه الدكتور حسن. طب نادلها تيجي تقعد معانا. حاضر. شفتي ساره متعلقه بحسن ازاي؟ ساره الهوانم عايزينك. انا واقفه مستنيه حسن. ما يصحش يا ساره، قالوا عايزينك، روحي شوفيهم عايزين ايه وبيرجعي تاني. يا قومي يا ندى نشوف في ايه. مستنية حد يا سارة؟ ايه مستنية حسن؟ ايوه. مين اللي قال؟ انا اللي قلت يا سارة. ايوه انا مستنية حسن. طب يا حبيبتي هو مش هيجي؟ لا حسن هيجي. لا حسن مش هيجي تاني خلاص. لا حسن جاي، وحسن مش بيكتب وقال لسارة انه جاي. دي مجنونة بالاسم حسن ده. للدرجة دي حسن مسيطر عليها؟